عقب العملية البرية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس، غرقت شوارع المدينة بمياه الصرف الصحي جراء تدمير البنية التحتية، في وقت تسعى من خلاله بلدية المدينة إلى إعادة تأهيل ما يمكن تأهيله من البنية التحتية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. على قدم وساق تجري الأعمال الخاصة ببلدية خان يونس في منطقة البطن السمين المدمرة بالكامل جراء عملية الاحتلال البرية في مدينة خان يونس، والتي استمرت لنحو 4 أشهر في إعادة تمديدات خطوط المياه خاصة في البلدات المتداخلة وسط هذه المدينة. بطبيعة الحال البلدية وبالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بمحاولة فقط هي جزئية حتى هذه اللحظة في إعادة ترميم ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية. المواطنون في مدينة خان يونس هنا يطالبون أيضا بضرورة إعادة إعمار أو إعادة تهيئة شبكات الصرف الصحي. نتعرف فيك أخوك في الله ياسر أبو ستة. اليوم أنتم في هاي المنطقة في البطن السمين بحاجة لإعادة تهيئة الصرف الصحي، كيف بتشوف قيام البلدية بهذا الدور خاصة وأنه الحرب لسه مستمرة؟ صراحة مناطقنا بحاجة إلى إعادة تأهيل من بداية الأمر، لأنه معظم أو جل شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه تدمرت بشكل كلي، لدرجة أن يعني مياه الصرف الصحي زي ما حضراتكم شايفين طفت في الشوارع، وهذا أثر على الشوارع، أثرت على الرائحة، أثرت على أطفالنا من ناحية انتشار البعوض، انتشار الأوبئة، انتشار. كان في مطالبات من جانبكم إنه البلدية تقوم بعملها في هذا الوقت؟ طالبنا البلديات، ولكن زي ما انتم بتعرفوا الاحتياج كبير والإمكانيات قليلة. بعد فترة يعني من المطالبات جاءت البلدية لهذا المكان، وهي زي ما انتم شايفين بتعمل، لكن احنا لسه بدنا يعني جهد أكبر من ذلك، لأنه شبكات المياه احنا في المنطقة هذه بالذات يعني المياه الصالح للشرب والمياه المحتاجين للبيوت شبه منعدمة. يعني أشكرك. بطبيعة الحال الدمار الذي حل بهذه المنطقة كبير للغاية، المنازل دمرت بشكل كامل، على مد البصر هناك منازل مدمرة، ولكن تبقى عملية إعادة المياه إلى مجاريها فيما يتعلق بمياه الصرف الصحي وكذلك شبكات التمديدات الداخلية في هذه المناطق وهذه الحارات هي حاجة ملحة بالنسبة للمواطنين الذين عادوا إلى منازلهم المدمرة مع انتهاء العملية العسكرية في مدينة خان يونس. غزل علول من البطن السمين في خان يونس، رؤيا.